دايما انا اقول لك لا يخلو حديث ما بين اثنين الا وكان الحديث حول اسعار الاكل. طيب، من اكتر الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها مش سعر اللحمه، الناس هتتكلم دايما على سعر الدواجن والبيض، صح؟ لانه في العموم ومن المفترض انه سعرها يبقى اهدى حبتين من سعر اللحوم الحمراء الطازجه. وبخصوص البيض فمفترض جدلا كما اعتدنا وكما اعتادت البشرية بالمناسبة انه البيض هو مصدر جيد جدا وممتاز للبروتين بسعر مهاود، وبالذات عشان العيال الزغنططين اولادنا. الفترات السابقة او الاشهر السابقة لقينا انه اسعار الدواجن بتقفز، بتطير. تقفز مين دي؟ ركبت الطيارة وقلعت. سعر البيض بقى الحديث والشغل الشاغل بتاع كل الناس. يا ترى طبق البيض بكام؟ وكأننا في بورصة. طبق البيض النهاردة بكام؟ حاجات كده يعني. طيب، لقينا تقارير صحفية أصبحت بتنشر النهاردة بتقول، دي تقارير صحفية بتقول، اتحاد الدواجن يزف بشرى للمواطنين 35% انخفاضا في أسعار الفراخ والبيض خلال الأيام المقبلة. اسكت اطلاقا. معانا على التليفون دكتور ثروت الزني، انا اسف، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن. دكتور ثروت، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا استاذ يوسف، اهلا وسهلا. انا فرحت لما لقيت تصريحات صحفيه منسوبه عن اتحاد الدواجن تقول 35% انخفاض في اسعار الفراخ، لكن اكتئبت اول ما الدكتور عبد العزيز قال لي استحاله ده يحصل دلوقتي. بص حضرتك، عشان بس نحط النقط فوق الحروف، قولي الاول لازم نعرف الاول ان الحمد لله عندنا صناعه دواجن استطاعت ان تحقق الاكتفاء الذاتي على مدى عقود، اكثر من 3-4 عقود من دواجن وبيض. المنوط النهارده بتنميه صناعه الدواجن وبيض المائده هو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. حلو. وده المسؤول النهاردة عن تنمية كل قطاعتها، سواء قطاع من أول قطاع التسمين والبياض والأمهات، أمهات التسمين وأمهات البياض والجدود. كل القطاعات النهاردة موجودة على أرض مصر حققنا اكتفاء ذاتي. زي ما سعادتك قلت في البداية إن البروتين الدواجن وبيض المائدة يعتبر البروتين الأرخص. إحنا غير سعداء خالص بارتفاع أسعار الدواجن والبيض إلى مستويات قياسية، لكن طبعا إحنا عارفين التحديات اللي بيعدي بيها العالم كله ومصر جزء من العالم، تحديات أعتقد غير مسبوقة. كان في ضغط كبير جدا على الدولة المصرية في النقد الأجنبي. العامل المشترك في كل قطاعات الدواجن هو العلف. حلو. يمثل من 70-75% حسب ماشي القطاع. فالمؤثر يكون ان طبق البيض يكون ب 50 جنيه او اكتر او اقل، ده المحرك له هو العلف. ففعلا الاسعار فوق طاقه المستهلك، لكن على مدى الشهور والاسابيع الماضيه كان في ازمه بدات في اوائل اكتوبر، والحكومه اتحركت بشكل كبير جدا رغم الضغوط. كان في لقاء مع معالي وزير الزراعه ودوله رئيس الوزراء في 16 اكتوبر مع اتحاد منتجي الدواجن، وعلى الفور بدا تدبير كميات كبيره من الذره والصويا. لكن الكميات ما ينفعش فيها الحل الجزئي، احنا بنتكلم على ماده حيه. فلازم الكميات تكون متوافره طول الوقت بكميات وافيه ومستدامه. صح. عشان المربي والمنتج اللي هو اساس العمليه الانتاجيه يستمر ويكتسب الثقه ويبقى عنده اطمئنان ان العلف متوفر وباسعار جيده. في الحقيقه الافرازات ما كانتش بالكم، فده اثر تاثير كبير جدا على كل قطاعات تسمين او بياض او امهات، حتى الجدود كمان اتاثرت، فهي الازمه الاصعب. لكن نيجي النهارده ازاي، احنا فين والمتوقع ايه؟ المتوقع النهارده توازن الاسعار هيجي من ايه؟ هيجي النهارده من الانتاجيه والاتاحيه. في جزء من المربين اتاثر الفتره اللي جايه، خرج من الانتاج
أعتقد مع الإفراجات المستدامة بدأت الإفراجات تزيد. كان في شيء سلبي حصل في الموضوع، وهو إن النهاردة مافيا المستوردين والتجار، الدولة جت على نفسها ووفرت لهم النقد الأجنبي بالسعر الرسمي، وللأسف كان في مبالغة كبيرة جدا في بيع الذرة والصويا للمربين والمصانع، حصل يمكن تجاوزت 4-5 آلاف جنيه في طن الذرة، وتجاوزت 10-12 ألف جنيه في طن الصويا. يمكن احنا كاتحاد منتجي الدواجن رفعنا توصية للحكومة انها لازم تتدخل عشان يحصل نوع من الضبط للسوق. النهارده مجرد ما الدولة النهارده تتدخل وتستورد جزء من الذرة والصويا وتوزعهم مباشرة، هتضرب مافيا التجار ومافيا الاستيراد. حضرتك للمرة التانية استخدمت المصطلح مافيا المستوردين والتجار، ده معناه ان حضرتك مصر على انه بيحصل استغلال للأزمة. اكيد اكيد اكيد. طيب. وحول سعادتك برضو كمان، وحلها الوحيد من وجهة نظر حضرتك كنائب رئيس اتحاد منتجين انه لازم الدولة تتدخل بآلية تمام. الرقابة من ناحية، وآلية توزيع الحصص من ناحية. وفعلا 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 حصل، عشان بس ما حدش يطلع لنا يقول لنا يا جماعة الدولة. كفاية تدخلات الدولة، والله يعني الواحد بصراحة اتخنق. كمل يا دكتور، كمل يا فندم. لا يا فندم، التدخل انا بقولش الدولة تدخل تعمل مشروع، لا انا فاهم، انا فاهم قصد حضرتك. احنا في ظروف الدولة هتخش كمنظم للعملية، ريجوليتر زي ما بيتقال. بالظبط كده سعادتك، احنا في ظروف استثنائية والنقد الاجنبي النهاردة غالي، دخول الدولة النهاردة وده فعلا حصل، يعني في مناقصة عاملاها الدولة يوم الخميس القادم استيراد شحنة كبيرة جدا من الذرة، وده هيتم توزيعها من خلال اتحاد منتجي الدواجن على المصانع والمزارع مباشرة. واعتقد بمجرد دخول الدولة هيحصل تراجع في اسعار الدواجن واسعار البيض. طيب نتوقع امتى يا دكتور ثروت ان السعر يقل؟ يعني احنا كناس ارباب اسر زي ما بيتقال بننتظر، اصبحنا بنتعامل مع الدواجن وبيض المائده وكانه ذهب، يعني بورصه، يا ترى النهارده بكام؟ تمام، اللي حصل اللي احنا فيه النهارده ده اللي حصل، الاسعار الموجوده النهارده دي نتيجة النهاردة الفترات الأسابيع الماضية وارتفاع الأسعار العلف ونقص في الكميات، لكن مع توافر الكميات وتوافر الأعلاف وأعتقد تدخل الدولة في أسعار الذرة والصويا بسعر التكلفة، حلو، هينعكس على أسعار الأعلاف. إمتى بقى؟ أقول لسعادتك في تصريح سعادتك ذكرته الوقت عن اتحاد منتجي الدواجن. أيوه. التصريح ده بس عايز أعمله تصحيح، إن في 35% مش نزول في اسعار الدواجن، ولكن عالف. التصريح كان نزول، لو النهارده الدوله رجعت طن الصويا النهارده للثمن الطبيعي بتاعه 20-22-23 ألف جنيه، وطن الصويا لو 10-12 ألف جنيه، وطن العلف في المجمل يرجع من 21-13-14 ألف جنيه، يعتبر 35% من خفض تكلفه العلف، وبالتالي هتنعكس النهارده على تكلفه الدواجن مع دخول مربين جداد النهارده في العمليه ورجوع المربين مره اخرى للانتاج. اعتقد هيبقى النهارده في عرض كبير وهيحصل تراجع في الاسعار. فتدخل الدوله النهارده هيعمل تراجع كبير جدا، وبدات الدوله النهارده مجرد ما الدوله اعلنت ان في مناقصه لتوريد الذره الصفراء، تراجعت الذره النهارده 1000 جنيه وتراجعت الصويا 2000 جنيه. مجرد اعلان الدوله فقط، ما بالك سعادتك لما تيجي النهارده. ما هو بالمعادله دي يا دكتور ثروت، لو انه نزل او نزلت اسعار الاعلاف والذره والصويا وما الى ذلك تقريبا ما هو نسبته 35%، وفي نفس الوقت احنا بنقول انه هو المكون ده من حجم الصناعه 70% من التكلفه، ده معناه ان المنتج النهائي ينزل 25% تقريبا. مظبوط كلام سعادتك. طيب علشان ينزل 25% بس محتاجه تايم فاكتور بقى هنا، محتاجه إيه وقت بقى؟ النهارده الدوره، دوره ايه؟ 35-40 يوم 35-40 يوم مع العلف واسعار العلف الجديده تبدا تظهر الاسعار في 35-40 يوم بعد نزول اسعار العلف. لكن كل الدواجن الموجوده النهارده
للأسف بأسعار العلف المبالغ القديم. فيها. اللي عايز النهارده سعادتك كدور وطني مهم جدا للإعلام، احنا كمنتجين النهارده احنا عندنا صناعة وطنية استطاعت تحقق الاكتفاء الذاتي، لازم نحافظ عليها. احنا في ظروف حرب، اعتقد كان في توجهات واضحة من القيادة السياسية يمكن مع أزمة كورونا ان لازم توطين الصناعات الوطنية. الموضوع ده مهم جدا، احنا بنتكلم في امن غذائي. لا، واحنا يهمنا عموما كلنا كمصريين بشكل عام او اعلام وصحافة بشكل خاص ان احنا نحافظ على هذه الصناعة، صناعة الدواجن. اي صناعة متعلقة بالامن الغذائي المصري اكيد لها اولوية، مفيش خلاف. ويهمنا انه حضراتكم تكملوا شغل وتكسبوا، محدش بيقول انكم تشتغلوا من غير مكسب. ويهمنا جدا 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 ان الناس تلاقي المنتج بسعر معقول. فاحنا يعني هنشتغل ايدينا في ايدين بعض. اذا نحن كده، وصححني تاني يا دكتور، احنا في انتظار 40 يوم من النهارده، صح كده؟ ان شاء الله مع دخول الاعلاف النهارده ومع دخول الدوله النهارده في توفير الذره والصويا بالاسعار الرسميه، ان شاء الله في تراجع في اسعار الاعلاف، ان شاء الله في زياده في الانتاج، وبالتالي النهارده المعروض هيزيد والاسعار هتنزل. هو ده قانون العرض والطلب. البلاد والعباد صناعه عندنا صناعه قويه جدا طبعا، وياما تعرضت لازمات، يمكن هي دي الازمه الاشد، لكن ان شاء الله اعتقد هنعدي منها. احنا كنا بنصدر قبل 2006 لاكثر من 11 12 دوله دواجن، النهارده بدانا نصدر تاني كميات بسيطه. لا ده انا فاكر سنه 81، وحضرتك بقى تتذكر اكتر من 81 او 82، ما كانش في فرخه في مصر. وكانت الفراخ بتتجاب بالواسطه، والله العظيم. النهارده سعادتك عندنا كل حلقات الدواجن، الجدود موجوده في مصر، الامهات موجوده في مصر، معامل تفريخ. احنا خلي بس سعادتك في نقطه مهمه، احنا عندنا تزايد في العدد السكاني طبعا. احنا انتاجنا 1.4 مليار دجاجه في السنه. أيوه. احنا مطلوب منا في 2030 2 مليار و200 مليون دجاجه. قدها وقدود، قدها وقدود. البنيه التحتيه موجوده، الموارد البشريه موجوده. انتاجنا النهارده 14 مليار بيضه، مطلوب مننا النهارده 20 مليار بيضه في 2030. فان شاء الله الصناعه بتاعتنا واعده، كثيفه العماله. وفي نقطه كمان، الصناعه ليها بعد اجتماعي، أكثر من 25% من صغار المربين موجودين في الريف. النهارده طبعاً في بيوت طبعاً ومنازل طبعاً. تعتبر فرصة عمل، بتربي النهارده 200 هي فرص عمل من ناحية، وهو أمن غذائي، وبالتالي الأمن الغذائي في بلاد زي بلادنا ده أمن قومي لا مساس بيه بالمناسبة. أكيد. يعني أنا أشكرك جدا يا دكتور ثروت، شكرا على وقت حضرتك، وشكرا على هذا الطرح والطمأنة يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. كل الشكر لدكتور ثروت الزني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن.